قضاء مسار للفنون يحتضن اليوم الاثنين 17 جويلية تظاهرة فنانون ضد التطبيع. تظاهرة هذه تندرج في إطار الحملة الوطنية اللي كانت قادتها شخصيات وطنية وفنية رافضة لتنظيم عرض الكوميدي المتصهين ميشيل بوجناح ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي. يجينا فنان معناه يقر بأنه صهيوني ويبرر جرائم الجيش الإسرائيلي يجينا لتونس ويخلص بفلوس المجموعة الوطنية، بالنسبة لي برشا برشا. البعض يحبوا يهزوا الماركة من الفضاء السياسي والأخلاقي إلى أن لا، هذه مسألة متاع حرية فن وإبداع. الفنانين التوانسة اللي ديجا صحوا على بيان المثقفين الفنانين يحب يقولوا لا، احنا حتى كفنانين نردوا على المسألة هذه ونقولوا اللي احنا كفنانين راهو عندنا موقف في القضايا الوطنية ورانا ضد التطبيع ورانا موجودين اليوم كفنانين. بالنسبة للموقف العام، الحقيقة أنا فما نتاع المثقفين ونتاع الفنانين ونتاع حتى الشباب اللي مهتمين بالشأن الثقافي، الحقيقة فما خايبة بالنسبة لي. ونراجع السبب الأساسي ل 23 عام تاع بن علي، هيك التسطيح نتاع الذوق، التسطيح نتاع الثقافة، التعويم نتاع القضايا كلها، كل خلط هذاك الكل، هذا قاعدين نخلصوا فيه تو. ثم يعني مبادرة قاعدين نفكروا فيها، انه كيفاش الفنانين التوانسة يوليوا ينخرطوا أكثر في التصدي للمحاولة التطبيعية، كما صاير مثلا في فلسطين المحتلة. ثم حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية باكبي معروفة. دونك اليوم باش يصير نقاش، ونتصور في الفترة القادمة باش تتأسس ممكن لجنة ولا حاجة تركز على التصدي للتطبيع الفني والثقافي.